السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. حلقتنا اليوم نبدأها بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة ديالنا ديال اليوم سيدنا الكرام غادي نبداو مع واحد البنت هي من عائلة لاباس من عليها، عائلة ميسورة، بو عنده شركة، عندها الإخوة ديالها، عندها أخوات ديالها. هاد البنت الاسم ديالها وردة. هاد وردة في عمرها 23 عام، من بعد ما سالات الدراسة ديالها خدمات مع باباها في الشركة، تعلمات أصول الخدمة، أصول التجارة، البيع والشراء، السيدة فهمات الخدمة ديالها بصح. هنايا قررت أنها دير شركة خاصة بها، يعني تنفصل على الشركة ديال بوها، يعني دير شي حاجة ديالها هي. طبيعي الحال بوها هو اللي عاونها ومد لها يد العون. فعلا نيت أسات الشركة ديالها وبدات الخدمة، دارت واحد المكاتب ودارت موظفين والسلعة داخلة خارجة، المهم خدمات ومشات بعيد في المجال هذا. في الأثناء هذه كانت عرفات على واحد الولد أو لا واحد الشاب في عمره هذيك 28 عام بحال هكاك، من عائلة فقيرة، ولد واحد الحي شعبي، ما بحالوش، ما يكسب ما يعلم، ما عندوش. الولد هذا اللي كان الاسم ديالو حسام، حسام تعرفات عليه، بدات تخرج معاه وتجي معاه. حسام كيفاش تعرف عليه بعدا؟ تعرفات عليه لانه جا خدم عندها في الشركه، خدم عندها يوم غدا يوم غدا، مهم تبادل الاعجاب ما بيناتهم. صافي هي البنت اصلا ما كانت كتعرف حتى شي واحد، صافي دخلها بحال الناس دخوني هذا، ولا كيخرج ويجي معاها يوم غدا يوم غدا، ولا قريب ليها بزاف شويه، ولا كيفكر انه يتزوج بها. هي ما عندهاش مشكل، المهم كتبغي السيد وغتزوج بيه عادي. مشات قالتها البوها قال لها شوف يا بنتي، مادام انتي بان لك انه مزيان صافي ما عنديش مشكل. واصلا بوها ما كانش عنده مشكل، تاعدا فقير ولا غني ولا شي حاجه، المهم غير بنتو تكون راضيه عليه ومقتنعه بيه. جا والدي هاد حسام هذا وخطب البنت على سنه الله ورسوله، طبيعي الحال راه هي موافقه البنت تزوج بها. بوها كان خدا لها واحد الفيلا غير صغيره، ديالها هي طاوي الحال هذيك ورده. المهم عاشت الحياه السعيده مع حسام معاونه في الشركه، ادري علي من، وهي طاوي الحال راه هي الكل في الكل. اليوم غدا اليوم غدا داز شهر من شهر، اللي حتى داز عام تقريبا تاع الزواج ديالهم، كان باقي ما ولد معها لا والو، حياتهم مزيانه تقريبا. هاد حسام هذا تبدلات حياته راسا على عقب، من بعد ما كان والو في المجتمع، يعني سوقو خاوي، ما عندوش فلوس، يعني بدون قيمه. للاسف الشديد هذا هو المعيار الوحيد اللي كتبنى عليه قيمه الانسان في المجتمع ديالنا، هي الفلوس. ما عليناش، كان والو، ملي ولات عنده الفلوس ومزوجه السيده اللي لاباس عليها، ولا درا مراته اللي من في الشركه، ولات عنده قيمه وهيبه والطوموبيل والسيد بفلوسه، وديما نقي ولابس مزيان وعرف يحضر ويتصنطو ليه، يعني ولا في واحد المستوى اخر. راك ليا واحد النهار من النهارات هاد حسام هذا غادي يكون في الشركه، بقى فيها النهار كامل خدام. كانت عنده واحد الخدمه مستعجله، امراتو ما عرفاش واش جات ولا ما جاتش، وخلاه هو في الدار في الفيلا كتوجد شي لعيبات. المهم عادوا بها انها رجع الشركه ومشات. هذاك النهار كان عنده الضغط بزاف. المهم جا في العشيه، جا كيسحاب لي انه يلقى الزوجه ديالو في الانتظار ديالو او لا تكون في الشركه. للاسف الشديد ما كيلقاها لا في دار، يعني في الفيلا ديالهم، لا في الشركه، لا في حتى شي بلاصه، ما عند بوها، ما عند صحاباتها. سول بحث قلب، طوموبيلها ما كايناش، فين تكون مشات هاد المراه؟ فين؟ والو، عيا ما قلب، عيط على والديها كيما قلنا، ما جاتش الشركه اصلا، راه كان فيها ما كايناش فيها، صحاباتها ما بهاش عندهم، فين تكون مشات هاد المراه؟ المهم بقى كيتسنى واحد اللحظه، صافي قال شنو ندير ما ندير، نمشي عند البوليس نعلمهم. تقريبا نهار هو كيتسنى فيها ما جاتش، التليفون طافي ما كاينش. صافي مشى عند البوليس علمهم على الاختفاء ديال مراتو، قال لهم شنو واقع. قال لهم مع الصباح بكري فقت، كانت عندي شي خدمه طارئه في الشركه، جيت خليت مراتي في الدار، خدمت وساليت وخرجت، جيت مع العشيه، المهم هذيك الخمسه ديال العشيه بحال ما كاك، جيت للدار، كان صحابها راه جات الشركه، كنسول عليها في الشركه انها ما جات ما والو. جيت الفيلا ما كنلقاهاش، سولت والديها، سولت صحاباتها، سولت هنا وهنا وهنا، عيط عليها في التليفون والو بدون مجيب. البوليس داروا بحث لفائدة العائلة على ود مراتو، وردة فين فلانية، تليفونها، لاكارت ناسيونال ديالها، فوتوكوبي ديالو، المهم تصاورها، شنو كانت لابسة آخر مرة، المهم مع من كتمشي مع من كتجي، جميع البيانات على هاد الوردة.
قالولي صافي الا كان شي حاجة حنا غادي نعلموك. مشى رجع هو مشوش، ما عنده قال الخدمة، ما عنده قال حتى شي حاجة، والاب ديالها حتى هو مشوش خوتها، وكاع الناس اللي كيعرفوها من قريب او من بعيد. هاد وردة كانت اسم على مسمى، وردة انسانة مزيانة طيبة القلب لا عمرها دار. دازت واحد اليومين من وراء الاختفاء تاع العائلة في جنب المدينة في واحد الغابة، غابة غير صغيرة تمايا، غالقة واحد العامل تاع النظافة كان كينظف جنب الغابة. في وحدة واحد الفوسي كيشوف واحد طوموبيل أو سيارة، سيارة فاخرة نوعا ما، ولكن بحال طايحة جهة الفوسي. قال ما يمكنش الطوموبيل، اشنو دخل هنا وشنو كدير هنا، وما يمكنش موالي ما تفتقدوهاش. مشى كيجري اللي حتى كيلقى المفاجأة، كيلقى واحد المرأة شادة في الفولو بحال هي اللي سايقة، ولكن تكي عليه على الفولو، والسيدة ميتة بين فيها أنها ميتة. هنايا شنو دار هذاك عامل النظافة؟ علم البوليس، البوليس جاو على الفور، حوطوا المكان، يعني داروا هذاك المسرح الجريمة، يعني البلاصة كاملة داروها بالسياج، علموا النيابة العامة، استدعوا فرقة الشرطة القضائية، وجاو البلاصة فين كاينة السيارة والداخل ديالها الجثة. عرفوا البوليس بأن هاد البنت هادي هي وردة، موضوع مذكرة بحث ديال راجلة، يعني هي السيدة اللي كيقلب عليها راجلة اختفات هادي نهار عليه، ودابا راه 3 أيام، يعني دازت يومين على وراء هداك الاختفاء. صافي الطوموبيل هزوها داوها المحجز، غادي يقلبوها مزيان، وهزو البنت وداوها المستودع البلدي الأموات. وتما في مسرح الجريمة كيقلبو، يعني قالو هذا هو مسرح الجريمة، البنت تكون تقتلات هنا، كانت بطوموبيل هنايا كدور وقتلو هنايا. كيقلبو والو، ما كاين لا اثر لا دليل لا حتى شي حاجه، وتقول شي واحد اللي يكون شاف شي حاجه والو. المهم الطوموبيل ما كيلقاوش فيها شي حاجه اللي غريبه او شي حاجه اللي توصلهم شي حاجه مهمه، والو. كيلقاو اوراق السياره في الاسم ديال هذيك ورده، يعني الطوموبيل ديالها، كيلقاو متعلقات شخصيه ديالها، ما كيلقاوش شي حاجه غريبه والو ما كيلقاو فيها شي حاجه. ما عليناش، البنت الطبيب الشرعي قال لهم هاد البنت هذه راها تخنقات بقوة، يعني شي واحد جيفها من العنق ديالها اللي حتى قتلها، ما معرضة للاعتداء لا والو. هذا مكان امتى تقتلات؟ هذه تقريبا 1-3 أيام، هي نفس المدة اللي اختفت فيها، يعني تقريبا النهار اللي قال هو اختفت فيه، يعني راجلها هذاك النهار فاش قتلات. مزيان، دابا جا راجلها من بعد ما علموه البوليس، جا شافها في المستودع البديل الأموات، تأكد بأن راه مراتو، بقى حزين كيبكي، كان بالحظ ديالو أنا اللي خليتك هذاك النهار، فين تكون مشيتي، فين كذا كذا كذا، بقى بقى في الحال مها خوتها عائلتها المعارف ديالها أصدقاء ديالها الموظفين دولو في الشركة، كل شيء بقى في الحال كما قلنا. هاد الوردة كانت لا عمرها دار. هنا البوليس يعني الشرطة القضائية بدات كتحقق مع كل شيء، يعني بواها ما خوتها راجلها المعارف ديالها الموظفين دولو في الشركة كل شيء. بدات براجلها يعني الشرطة القضائية، راجلها قال لي بودي كما قلت لكم انا في البحث الاولي اللي فايت عائلة، شنو كاين راه مشيت للخدمة النهار كامل، بقيت من هامك في العمل ديالي، جيت ما لقيتهاش في الدار، هي اصلا ما جاتش الشركة داك النهار. هادشي اللي كاين علمتكم من بعد ما علمت والدي وعلمت اي واحد كيعرفها، حتى واحد ما عطاني الاخبار، مشيت علم البوليس هادشي اللي كاين. ابوها كيقول واحد الهضره اخرى، كيقول بانه فعلا نيت ابوها عنده شركه اخرى، يعني ما كيجيش عندها اصلا الشركه، مره في كيجي عندها، ولكن غير يقول لي واحد المعلومه مهمه. قال لي ما ودي بنتي انا عارفها، كنعرفها مزيان، بنتي ما يمكنش شي نهار تغيب على الشركه، ضروري ولو انها تمشي غير ساعه وتجي، ضروري كتمشي كتشوف الاشغال ديالها بيدها بنتي، وانا كنعرفها. الراجل كيقول البوليس انها ما جاتش بتاتا داك النهار، وكيقول انها فطراتو، يعني وجات لي الفطور ومشى غادر، مشى الشركة. ما يمكنش، هادي ماشي تلجي هاد الهضره، هاد الهضره اللي قال الاب خلاتهم انهم مشيو للشركة ويسولوا على داك النهار اللي جا كيبلغ فيه البوليس، اولا النهار اللي اختفات فيه هو نفس النهار اللي تقتلات فيه، كيسولوا الموظفين تما وكيسولوا كلشي، واش هاد النهار هذا جات البنت، يعني جات هاد وردة هادي جات الشركة، كاملين اكدوا بان وردة ما جاش داك النهار. وحنا استغربنا، هاد الموظفين كيهضروا كيما قال بوها، يعني بوات وردة، قالوا بان البنت ما عمرها ما منكات، ولو تجي ضروري خاصها تجي تبوانتي وتمشي، ولو غير ساعه ساعتين ضروري خاصها تجي تشوف شنو كاين شنو واقع تسيني كذا وكتمشي، ولكن غادي يلقاو واحد الحاجه اخرى،
وهي أنه راجلا حتى هو ما جاش. كيفاش البوليس تفاجئوا؟ كيفاش ما جاش؟ واش مأكدين؟ مأكدين سيدي، هذاك النهار بالضبط حنا عاقلين مزيان، ما جا لا هو لا هي، بقينا مشوشين حتى الغد ليه عاد جا غير هو. ملي سولنا على وردة مراتو اشنو واقع لها، علاش ما جاش، ياك مريضة ياك معيانة ياك مسافرة، قال لنا ما كاين باس، راه غير دابا عيانة شوية تا كانت صح شوية وغتجي. هادشي اللي قال لنا، ما هو واحد ما هو جوج، بزاف تاع الناس اللي قالوا نفس الهضرة، وبالتالي الشكوك كاملة ولات كتحوم على راجلها. راجلها كيدخل وخرج الهضرة، راجلها قال للبوليس بأنه هذاك النهار بقى منهامك في العمل، هو أصلا الموظفين قالوا بأنه أصلا هذاك النهار ما جاش، وشي حاجة ماشي هي هذيك، شي حاجة ما راكباش على بعضياتها. هادشي اللي غادي يخلي البوليس الشرطة القضائية تبحث معاه مزيان، ولكن قبل ما تبحث معاه غتمشي تجيب التليفون ديالو، باغتوه هما يقولوا ليه أرادك التليفون، أعطاه ليهم على مضض، خداوه. شافوا آخر مكالمات صادرة الواردة ديالو مع من كيدوي، لا ربما داير علاقة ماشي وحدة، باغي يتخلص من مراتو، هذا احتمال وارد وبشكل كبير بزاف. هنايا بطبيعة الحال هما البوليس راه شافوا علاقات هذيك وردة السابقة قبل ما تزوج وكذا كذا، لقاوها يعني سجل صافي، ما عمرها أصلا تعرفات على شي واحد، وما عمر شي واحد خطبها، الوحيد اللي تعرفات عليه هو هاد الحسام هذا اللي حتى وقعت الكارثة الخيبة بزاف. هنا البوليس شنو كيلقاو في التليفون هذا ديال الزوج ديال حسام؟ كيلقاو واحد النمرة ديال واحد البنت كيتصل بها بزاف وبالسويع الطوال، يعني كل مرة وشحال يعني في الليل كيبقى داوي معها بزاف من غير المحادثات ديال الواتساب وواحد الرسائل ماشي تليه، يعني بيناتهم شي حاجة ماشي تليه. عيطوا على هاد البنت اللي كان الاسم ديالها وهبة، جابوا هاد وهبة تمكنوا انهم يوصلوا ليها، جابوها قالوا لها شنو علاقتك بهاد حسام هذا راجل وردة اللي خدام في الشركة فلان فلانية؟ قالت لهم سيدي حسام انا كنت خدام في الشركة مع هذيك لالا وردة الله يرحمها، ومع هو نيت ككاتبة ديالو، ولكن من بعد المهم انا عرفت راه مزوج لهذا ومبغيش ندير معاه شي حاجه في الاول، ولكن هو بدا كيغدق عليا بالهدايا وشري لي في كادويات ويديني هنا ويديني هنا، اللي حتى واحد اللحظه قال لي صافي رايح من الخدمه، اللي حتى غندير شي طريقه وغادي نتزوج بك. قلت لي انت كيفاش دير تتزوج بيا وانت مزوج بهاد السيد هادي مولا الشركه؟ قال لي انا غادي نتصرف وغادي نتهنى منها، المهم انت خاصك تبقاي معايا، كان كيبغيها ولا كيبغيها. هي البنت صافي ملي شافته بحال ما هكاك وشافت عنده الفلوس وكذا قالت مع راسها يدبر راسو، المهم انا يتزوج بيا في الاخير وصافي، مريحة في الدار وكيعطيها فلوس بحال خدامة. اليوم غدا اليوم غدا القضية طولت شوية، قالت لي يا حسام هادشي راه طول عندك، وانا راه شحال من واحد كيجي كيدوي مع الوالد وكذا كذا، وعييت من نعطي في الاعذار لدرجة ان امي ولات كتشك فيا، خاصك دير معايا شي حل. قال لها صافي هانت ما بقى قد ما فات، انا قريب نتخلص منها. كيفاش يتخلص منها؟ الله اعلم سيدي، انا ملي كيقول لي نتخلص منها كنظن بانه غيطلقها لا اقل ولا اكثر، هادشي اللي كنظن في بالي انا غيطلقها. المهم انا ما عرفت حتى شي حاجه اخرى، المهم هذه هي الهضره اللي كان كيقول لي انا غنتخلص منها وغادي نتزوج بك، المهم غير صبري عليا واحد شويه. البنت بقات صابره عليه اللي حتى وقعت الكارثه هادي، انا ما عارفاش واش هو مولا الفعل هادي او لا شي حاجه اخرى راني ما عارفهاش. صافي هنايا البوليس رجعوا عند السي حسام، واجهوه بالعلاقه ديالو المشبوهه بهذيك وهبه العامله السابقه عنده الشركه. في الاول حاول ان ينكر، ولكن في التالي ولا يقول لهم بصراحه راه هذيك البنت زويونه وعجباتني ودخلت لي خاطري ملي كنت ندوي معها وبغيتها في الصراحه وبغيت نزوج، وانا عارف مراتي ما تبغيش نزوج كزوجة ثانيه، لهذا قررت انني نقولها صافي سير ريح في الدار ما بقيتيش تخدمي هنايا في الشركه وانا غادي نبقى نتواصل معاك. صافي مشات رايحات وكنتواصل معاها بصراحه، كنمشيو ونجيو انا وياها القهوه هنا ندورو هنا ندورو هنا، باقي ما خاطبها ما والو، غير كنت كنتسنى شي مناسبه معينه نطلق فيها مراتي، لان ما سمحش لي انني نزوج زوجة ثانية، نطلق فيها مراتي ونزوج بهاد الوهبه. هادشي اللي كاين ساعه اللي حتى كتاب مكتوب وتلقات مقتوله بهذه الطريقه، على انت زعما ما عندكش يد في هاد القضيه؟ قال لهم لا ابدا، وانا داك النهار كنت في الشركه النهار كامل كما قلت لكم، وداك النهار راه تقتلات فيه غبرات تشوف مع من مشات، وربما هي كان دايره علاقه مع شي واحد،
قالوا يشوف بارك من الكذوبة السي حسام، هذاك النهار اصلا حنا عرفنا بانك انت اصلا ما مشيتيش الشركة، ما خدمتيش بتاتا، هذاك النهار غيبتي لا انت لا مراتك. قول صراحة اشنو درتي انت دابا؟ عندنا راه هو المتهم الوحيد في هذه القضية، راه ما عندكش فين تهرب، غير اعترف احسن لك. صافي هنايا البوليس ملي واجهو باش هذا كامل ما لقى فين يهرب، بقى كيدور في عينيه واعترف باش عرفو القمع والغدر والخيانة فين كيوصلو الانسان. هذا الراجل هذا كما قلنا ما كان ما كيكتب ما يعلم، ما عندوش ما عندو تا شي حاجة، طلعاتو وكوناتو ورجعاتو راجل وعندو كلمتو وقيمتو وهيبتو، شو باش جزاها؟ جزاها قتلها صفرها ليها. علاش؟ لانه صافي دار الفلوس وبغى يتخلص منها ويتزوج بديك البنت اللي هو في المعتقد ديالو انه هو اللي يبغيها، ولكن في نفس الوقت ما بغاش يضيع ديك الثروه كامله. قال غادي نصفي عليها ونورث فيها وتبقى لي الشركه وهاد الفيلا وهاد الشيء هذا كامل ونزوج بديك البنت اللي نبغي، بينما ديك ورده تمشي في حالاتها. صافي نصفي عليها وتا واحد ما يدي ما يجيب. اشنو دار؟ كيفاش دار هاد الخطه هادي؟ المهم هذاك النهار قرر انه يصفي عليها، ولكن كيفاش غيدير لها؟ كما قلنا نهار ذاك الصباح هو عنده طوموبيلته ومراته عندها طوموبيلتها، ناضو عادي كيمشيو الشركة، هو كيسبقها اولا هي اللي كتسبقو، غالبا هو اللي كيسبقها كيمشي الشركة، كيركب لها طوموبيلته كيمشي، هي كتبقى من وراها واحد شوية عاد كتمشي تتبعو. المهم هذاك النهار قال لها اولا كذب عليها، قال لها ودي الطوموبيل ديالي راه خاسرة، راني مغديش نديها، راه فيها شي مشكل، غادي ناخذ الطوموبيل ديالك. قالت لي صافي وصلني معاك، ملي تاخذ الطوموبيل ديالي صافي وصلني معاك، ياك حنا وجهه وحده. قال لها داكشي اللي كاين، ركب الطوموبيل ديالها، هو اللي صايق هو اللي شاد المقود تاع السياره، طلعت هي على اساس انهم غادي للشركه، شويه ولا شاد بالوجهه تاع الخرجه ديال المدينه ديال الغابه. قلت لي فين غادي يا فلان انت؟ فين غادي؟ راه الشركه خليتيهاك، فين غادي؟ قال لي سمح لي غادي نقضي واحد الغرض، واحد الصديق ديالي راه كيسكن في هذا الاتجاه هذا حدا الغابه، غير نمشي معاه نغيز معاه واحد الامور، مسافه ديال 5 دقائق 10 دقائق وغادي وغادي نرجعو. صافي قالت لي دبر راسك. المهم مشاو 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 لحتى دخلوا الغابه، على اساس ان داك الصديق ديالو كيسكن مورا الغابه اللي في واحد الحي تمايا. دخلوا وسط الغابه ووقف الطوموبيل، هذه الاعترافات ديالو قدام البوليس، وقف الطوموبيل ويقول لها حطي 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 عفاك شوفي معايا هنايا راه كاين شي مشكل هنا في الطوموبيل، وينزل على نيتها هي، هي ما فهمت حتى شي حاجه. حنا ملي نزلات هو باغتها خنقها خنقها بقوه، كان شخص قوي وهي كانت انسانه على قد الحال اللي كانت المراه تايقه فيه. المهم خنقها بقوه اللي حتى فرقات الروح، صافي ماتت السيده. هزها دار في الطوموبيل ومشى بالطوموبيل اللي حتى لهذاك الفوسي، هذاك الفوسي هز المراه مراته حطها في البلاصه تاع الشيفور ودار لها يدها على الفولون، بطبيعة الحال راه مسح البصمات ديالو من ارجاء السياره كامله، حطها تما في ديك الوضعيه ورجع رجع للطريق الشانطي خطا طاكسي ورجع للمدينه. هي فاش ديك الساعه مشى تلاقى بهذيك السيده اللي كيعرفها وبقى كيدور النهار كامل اللي حتى فات الخمسه ورجع ما مشى للشركه لا والو. هي فاش قال لها صافي راه صبرتي بما فيه الكفايه ونبشرك بانه عما قريب غادي نزوج انا وياك، هادشي اللي كاين. هي فاش جا دار هذيك التمثيليه قدام بوها وقدام الناس والمعارف بانه كيسوى عليها ومشوش عليها ومخلوع عليها، ومشى لغد ليه علم البوليس هذا مكان. هنايا هذيك البنت اللي كانت معاه بانت البوليس بانها ما عندها حتى علاقه بالجريمه ديال القتل، وانما كانت معاه على علاقه على اقل ولا اكثر، وتا هو يبرأ قال لهم هذه ما فراست حتى حاجه، انا اللي خططت الكلشي. المهم تقدم العداله وتحكم عليه بالمؤبد لانه القتل العمد مع سابق اصرار وترصد. هنايا كتسالي الحلقه ديالي ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحمكم الوالدين، وشكرا بزاف على الدعم والمتابعه ديالكم للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.